بالنسبة للعملية التأمينية في المدارس بالنسبة للسنة دي عملت ايه مع حضرتك؟ عملية التأمين الصحي يعني؟ لا التأمين نفسه للمدارس. تأمين انت مش عاوز الكلام. طبعا نظرا لأحداث الأحداث اللي كانت في البلاد، لا طبعا وضع خطة قبل بداية العام الدراسي 10 أيام، ملخص هذه الخطة هو طبعا تأمين مداخل المدرسة والبوابات الخاصة بالطلبة بالذات، وطبعا في عندنا بوابة خاصة بالعاملين، فطبعا في حراسة مشددة جدا جدا من عمال ومن إداريين ومن موكيل مسؤول عن أمن المدرسة. طبعا كل ده الهدف الأساسي سلامة الطلاب، كنا حريصين كل الحرص ان ما حصلش اي مشكله مع اي طالب، والحمد لله بمرور اليوم الاول والثاني بسلامه الله العجله دارت والامور استقرت، ما كانش في اي مشاكل خالص في المدرسه عندنا نهائي. تمام الحمد لله. من حيث تامين الطلبه ومن حيث تامين العاملين ما كانش فيه، وكان في قرار اداري بعدم الحديث في السياسه.